شوفي على كل حال باش نقولها بكل صراحة، بكري كانت السياحة شوية ناقصة من جاني باسكو كانت الدعوة مش مليحة، تيروريست كذا وليه، واليوم الحمد لله بفضل رب العالمين وراها كاينة السياحة درك الحمد لله راهم يجوا، باسكو علاش راهم كاينة لا سيكيريتي اللي راها سيتادير يوقفوا مع السياح هذون وين يروحوا معاهم لا سيكيريتي ما يخافوش. مي بكري لا كان سما في وقت هذا كانت الدعوة مخلطة، ما يقدرش السياح يجي باش يموت هنا ما يقدرش، سمعتي؟ الو اليوم الحمد لله كاين السياحه في الجزائر وراهم قايمين بهم سيتادير بالاكل الشرب في في الفنادق في كل شيء. السياحه كانت نورمالمون كان سياحه في الجزائر كون بريمو حنا ناخذوها بعين الاعتبار. السياحه اشاك فوا اشاك اني كي قبل ما يجي الصيف نحكوا سي لي ميم سيجي وشفنا بلي ما كان والو ابار شويه كي مدوا شويه هذوك لي بريفي بالك شنو راهم يخدموا مي في لي بري اللي راهم دايرينهم سي فريمون اكزاجيري لا بريبار الناس يروحوا لتونس سينو حنا رانا خير من تونس كنا كون فريمون مي دي تريك باري انا جو بونس كون فريمون الدوله حبت تهتم بالسياسه بفليتو قلت لك بالسياحه تكون السياحه عندنا 1200 لكن يقول لك 1600 كيلومتر دو كوت على بالك من تونس حتى للمروك مي لا غالب فريمون بون شفنا في وقت البريزيدون راح الهواري بومدين داروا هذوك لي كومبلكس توريستيك شتي واش كاين واش كانت كاينه السياحه ومن بعد يولوا على بوندون يا با تسويفي ومن بعد دوك اوني اون تران دو تابي سيدي فرج مطارس السات حتى لدرك بنا حتى كي لحقنا 2018 وكون فريمون نقول لك باللي الدوله تاخذ بين الاعتبار ماشي حتى تلحق لا بيريود ديستيفال ومن بعد يبداو يديروا لي طرافو كون جاو فريمون يخمموا هذاك الوقت كانوا يكملوا سا سوا بون انا جون بو با للشعب تاعنا ولا اللي راهو يروح لتونس ولا هنا ما يروحوش هنا ولا كي يروحوا لي كومبلكس اي سون با ساتيسفي جو لي جون بو با باسكو فريمون ميم الدوله ماهيش تدعم السياحه انا بور مو سي سا نهيو لهم حاشاك بيوت الماء وين يروح يلقى حاشاك اللي فيسي نهيو لهم الماء لقاهم كاين خيرات وهاك تشوف راهم يروحوا للصحراء يلقوا اشياء كبيره يلقوا الرمل والبعير والحطه هذيك ولاتاي والقندوره هذيك وتلقى فرحانين بها وين الى زادوا ناس مشيناهم منا وجاو راحوا استثمروا ثم وخدموا ما نعطيلوش يستثمر لي هنايا في رويبه ويستثمر لي كما نقولوا احنا هنا في الجويه هذون وين كلش واجد عندك المال تروح تستثمر اهبط للصحراء يضربك الرمل ودي المال ما ظلش الدور لي قي هنايا وين واجد كلش روح الواد السوب روح البسكره روح الخيرات وين كاين يضربك الريح يضربك الرمل للعينين ثم استثمر سياحه مليحه بلادنا عندنا في كما تم راست مليحه الحمد لله كان في وهران كان في عنابه كما رانا نشوفوا فيها في التلفزيون الحمد لله ما شاء الله عندك هنا في الوسط اللي شغل ناقصه ومواسيه بصح في الصحراء تروح الصحراء ما شاء الله السياحه في الجزائر كاين ما شاء الله كاين بلايص شابين كاين البحر كاين الصحراء كاين صافا طورت الحاله تماتك ماشي كيما بكري اختي نقاو الحال هكذا شويه ناقصه اخت ما كاش زعما الامكانيات لي زوتال كذا وين يجوا الغاشي باتو تما كاين عفايس ناقصين بصح ان شاء الله هادو الامور نتجاوزوهم ان شاء الله فيها خير طول الحاله يا يعني. بحكم انه الجزائر بلد كتير كبير اكبر بلد بالوطن العربي حاليا وفي مناخ متنوع وفي التضاريس متنوعه يعني بلد سياحي كتير كتير حلو تلاقي البحر الوديان الصحراء كلهم مجموعين بهالبلد كل هاي القصص مجموعة بالبلد بالجزائر حبيت تروح الصحراء الصحراء موجودة بنفس الوقت البحر موجود الجبل الوديان وطبيعة البلاد كتير حلوة خضار فيه بحر فيه الصحراء موجودة يعني بلد سياحي أنا بتصنف بلد سياحي ممتاز برأيي Yeah, I think Algeria is a very very beautiful country. Dibasa is a very has a very very long time history. It's very beautiful. I like the sea of Algeria. ماكاش كيما نقولوا حنا الموارد البشريه اللي يسيروا المناطق هذه اللي هنا في البلاد. فهمتي ماكاش كون كاين مناطق الموارد البشريه الدياراج اللي يسيروا المناظر هذه اللي كتهضري عليها رانا عايشين لا بيل في. دوك لو كان يديروا مشروع ولا صح يونجاجيو في السياحه في الجزائر لازم الشعب
بشويه يتربع سياحه، كيفاش يقادر البراني، كيفاش يستقبله، كيفاش كدايا ينظم له، كيفاش يهضر معاه، كيفاش كدايا، فهمتي كيفاش تما؟ ماشي هذا، ماشي اشكال الشعب، ماشي مشكل، جامي كان مشكل. يخدموا لنا برك، لما اظن انا يجي واحد براني ولا يجي يصرف دراهمو هنا في الجزائر، بار كونتر الشعب يستفاد، اللي يحب يخدم يخدم. انا نحب لي باكوس انا نجوزهم في بلادي، كل عام راني نروح ونروح ونروح، مي دائما ودائما هذه لا بيريود نبداو نهضروا، كل ما يلحق الصيف سي لي ميم سيجي، سي لي ميم سيجي، وليزا ما كان والو، ايزون ريان في دو نوبو. مي زمان لو بتي بو كون افي يا بيجي توريزم، دوك انا نشوفوا لي توريزم راهم يجوا شويه هنايا، مي سي مالور. انا نعرف لي توريزم، رحنا للخارج ان توريست، يجوا لي توريست ويسكورتي ومنا، سي با جي توريزم، ان توريست كيجينا يحب يديكوفر، يحب يروح للغابه، يحب يحوس وحده، يحب ياكل وين يحب، ماشي اسكورتي يبدا اسكورتي وديه وتجيبه بالاخر، سا سي با جي توريزم، مالغري راهم يجي واش كاين، مي سي با سا السياحه، سي با سا السياحه. و جو كومبرون هادي سي بار ميزور سيكوريتي، جو لو كومبرون. راهي مهتم ويهتم لها، يهتم بها الوزير، هو اللي درك ينشط هاد الناس الافراح، الافراع اللي معاه ما يخليهمش يرقدوا ويروحوا كيما نقولوا يشوفوا الحماحيم. كاين واحد الحمام راه جهه يقولوا له حمام فراكسه، جنه فوق الارض جاي في القابه واحد الحطه وكذا ومخلينه هامل. كاين حمام نتاع كيما نقولوا قلمه، كاين حمام نتاع العلمة، كاين الحماحيم هذه برك دخلنا الملاير، هذه غير الحماحيم، وهدي على حوايج اخرين اللي هما راهم في نعمة من نعوم اللي عطاها لنا ربي سبحانه. بصح قلت لك علاش يخرجوا لبرا، اما دير لي بريفي، هذوك لي بريفي، شوف نورمالمون لي كومبليس كامل يعطوها البريفي، سي با ايتاتيك، والبريفي ممكن الناس لما يديروا فورماسيون يدخلهم يخدموا، والدولة تنتبع لي بري، علاش هم يروحوا للخارج؟ باسكو لي بريستاسيون سي نول في بلادنا، سي نول سي نول، ما بكش ما با واش كي تاكلي ولي بري كي تروحي، علاش تونس سي موان شار. انا نشوف دروك ميم مازال ما لحقش الصيف، انا نشوف في اي سيتي دير ميم جور سومان لي بيسام يروحوا لتونس، يعرفوا كيفاش يخدموا السياحه ولا بيريود كراز هذه كيفاش يجيبوا الناس وكذا يخدموا. مي مالوريزمون حنا انا بور مارسي شي قلت لك شاك اني اون ريبيت سي لي ميم سيجي في بلادنا، اون افونس با، ما هم يمدوا دي بارسيال دو تيران كيكو بريفي يخدم، بصح روح شي في البريفي سارت يخدم، ما يروحش شي في لي بري كي ديري لي بري، سي با ان ويكاند، الناس كي يروحوا اون فاكونس سي دي سي جور، مينيموم دي جور 15 جور، تروحي للاخر لي بري اللي راهم دايرينهم، الناس يبريفير يروح لتونس 15 جور كيضرب لك 3 جور هنايا، وقلت لك لي بريستاسيون ينيل. هذا هو البروبليم. دوك حنا الا ما خدمناش سياحه، ما خدمناش فلاحه، ما خدمناش، واش نخدموا؟ ناكلوا ونشربوا ونقعدوا ونرقدوا؟ يلزم نصيد انا الراجل اللي يخدم البلاد، كيما هذا من سعودي يخدم السياحه وان شاء الله راح يريقلها ويدخل بها دراهم كبار، وربي ان شاء الله يعاونوا. كما يقولوا الجزائر عباره عن قاره تنوع فيها التضاريس والاقاليم، فيها المناخ التلي كيما البحر والجبال في الهضاب، وكاين فيها الصحراء، وهذا الشيء يجذب الكثير من السياح نظرا لتنوع المناظر. في الشمال يلقاو المناظر تاع البحر ويلقاو ثاني الاثار الرومانيه، وفي الجنوب يلقاو اثار كيما اثار الحضاره التاسيلي والصحراء والجبال والرمل. السياحة دي جا الجزائر هي سياحة، وشني هذا السائح اللي جينا ما هو جينا حتى على شيء، جينا على الوهب اللي اعطاه لنا ربي سبحانه في هذا العالم، احنا هما ام الدنيا. بصح وكان جينا احنا نخدموا السياح، احنا ديجا نتكبروا على السياح، دايرين رواحنا باللي احنا هذا السائح اللي جينا باللي احنا فوقه، والناس اللي يخدموا السياح يلزم يكلخ للسايح يعاونوا، يهزلوا الفاليزة، يديه للنوتيل، يوريله. بصح حنا شغل شبعانين وحنا جايعين، وهذه هي السياحة اللي ناقصة في بلادنا، يحبوا يموتوا على الجزائر، بصح وكان يلقوا ولادها اللي ينشطوا السياحة. الجزائر ما عندنا السياحة، تما ناقصة بزاف. بورتو عندنا واش مو عندنا لي بلاص شابين، عندنا الناس ما كيما يقولوا
كاين كاين بلايص، كاين عنابه، كاين وهران، كاين بزاف عندنا وسمو، بصح ما عندناش امكانيات كيما لي زوتال، ما عندناش هذوما العفايس لي زوتال. ما على باليش انا باش تروح انت تحت كاري في بلاصه ولا ما كاش، ماشي موفرين لك راك فاهم. دو لي زوتال تما ناقصين، تلقى لا شارج بزاف، سورتو كي يدخل الصيف كدايا ما متريزارفي، ما الناس قاعد مع الناس سياحه. حنا كنحبوا نجوزو فاكونس، نجوزو يا في تونس يا تما، نخرجوا اير ما عندناش هنايا. الغالي بزاف الجزائر، دوك بار اكزومبل تونس هما يروحوا ب 10 ملايين، هنا 10 ملايين يقول لك الليله 900000 الليله، تما تروح انت لتونس خيال، كان زوجور ماكل شارب بيان قدام هنا، علاش كاش تما هذيك غالي الشيء. انا على يقين باللي هم جابوا واحد صح ولد السياحة، الوزير هذا اللي جابوه سي مسعودي، هذا وزير معني الكلمة، أنا نعرفه ونعرفه من اللي كان هنا في العاصمة ونقصر معاه ونهضر معاه، عيسان مخلص الربي والعبد، يحب يخدم البلاد نتاعو وشعبه. راح كان والي في واحد الولاية ما كانش كاع مذكورة، هي تسلسلة هذه لا طريق لا بنيان لا والو، رحت انا عملت له زياره ولات الدخله نتاع تيسمسلت، الله يبارك انه راك داخل العاصمه، الجر نلقى السكنه ما دارش عليه العام، قلبها ورده. بما اني من ولايه اليزي بالتحديد من بلديه جانت، نحكي لكم على السياحه في جانت. جانت منتعشه نوعا ما من السياحه مؤخرا، عرف التراجع نظرا للاوضاع في الدول المجاوره كيما النيجر والمالي وليبيا، ويجوها بزاف السياح من المانيا باش يشوفوا النقوش الصخريه لحضاره التاصيلي، ومادا بينا الدوله تزيد الدعم القطاع السياحي في الجنوب، لانه يعتبر قطاع اقتصادي كبديل للمحروقات، بما انه نعيش في سياسه تقشف، ولنا مثال في الدول المجاوره كيما تونس والمغرب، الاقتصاد تاعها قائم على السياحه، ان شاء الله الدوله تدعم السياحه سيرتو في الجنوب ان شاء الله. بون واش نقول لك اختي، السياحه تمكين اقتصادي عظيم في جميع البلدان، وحنا الجزائر معروفه بلي السياحه في الجزائر ماشي حاجه بارابور ما نكومباريوهاش زعما البلدان الاوروبيه ولا غير، هنايا تدخلي لتونس والجزائر ماشي كيف كيف، والسبب على ما اظن راجع ما كاش امكانيات، ما سخروا والو، ما داروا والو، باسكو السياحه ما تجيش هكا برك. My experience in Algerian people are very open and very honest, and I like them because they like the foreign people and they are open and big hearted, so I like them very much. I visited Algiers, which is very similar to any French town, with special places like Kasbah, perhaps, and I also had a chance to visit Ardrar, which is very different, very African, very Saharan, and the people are also very open and very friendly over there. So basically my opinion is the best for Algeria, and I wish Algeria a lot of success in the future in tourism as well. لازم تخلق الامكانيات، لازم دير حلول، لازم تدخلات، لازم صح اللي راهم واقفين على هذا الشيء لازم صح يخدموا يوقفوا، فهمتي كيفاش؟ هكا بور المومون ما كاين والو. بار كونتر الجزائر تتمتع باماكن تراثيه عظيمه اللي ما نلقاوهاش في تونس، ما نلقاوهاش مثلا في الغرب، في المغرب ما نلقاوهاش، في فرنسا ما نلقاوهاش، في الانجليز ما حبوش، كون حبوا البلاد راهي واجده فيها كلش، يخدموا برك. Well, this is the second time for me in Algeria. Yeah. And I enjoyed to stay here the last year and now as well. And I came here not as a tourist but a cooperator in a scientific cooperation with the INRA. الحلول لازم بينا هكا نشاطات لي باك هكا الدراري، الفنادق بزاف مهمة، لي بري لازم يكونوا يساعدونا،
لازم بزاف عفايس اختي، وان شاء الله مازال شويه تما هذيك مازال انا بعد شويه. اي كثير، الشرق الجزائري، الغرب، الوسط، الصحراء، الصحراء رحت خدمه طبعا ما سياحه طبعا، يعني سياحه وخدمه فيك تقولي بنفس الوقت. بشار، ولايه بشار، حاسي الرمل، دبدب، والله ما عاد اذكر بالضبط يعني شو اسمها، بس كثير حلوه. ايه وفيها معالم اثريه كثير، حتى في هون بتيبازا برج الرومي او قبر الرومي او ابن الرومي، ايه ما بعرف شو اسمه بالتحديد، زرنا كثير اماكن بس ما نعرف اسماءها بالتحديد يعني. ايه ولا بس فيها كثير حلوه، يعني كثير كثير حلوه ومهضومه وحلوه البلد. بونجور ا دو لوموند، جي سي ان شينوا، جي دي لا ترافاي سي دوبوي 3 ans. Et c'est vraiment Alger me plaît beaucoup, surtout la plage, il y a le Sahara, il y a le Méditerranée. Encore la dernière fois, j'ai déjà visité Janet juste au milieu de Sahara. C'est vraiment là-bas le coucher de soleil, c'est vraiment vraiment magnifique. Et l'étoile dans la nuit, c'est tellement magnifique. Je pense s'il y aura d'autres locations, je vais visiter toute l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie!